يسعد أوقاتكم مشاهدينا الأعزاء، متواصلين وإياكم بالتأكيد، وهذه المرة من ميدان الشهيد أبو علي بالتأكيد في محافظة قلقيلية. نجدد التحيات لكم أينما كنتم، صوما مقبولا وإفطارا شهيا دائما وأبدا، وهذه المرة في برنامج اربح مع عزيزة، وبالتأكيد اربحوا مع عزيزة دواجن عزيزة الصحية، العلف النباتي 100%. ولا تنسوا أن عزيزة تقدم لكم كل مستلزمات ما يتعلق بمناسباتكم، توفر لكم الدواجن قطع كاملة ومقطعة، الكبدة وكل أصناف اللحوم في دواجن عزيزة. إذن اليوم من يربح مع عزيزة سيحصل على قسيمة شرائية بقيمة 100 شيقل من عزيزة مباشرة. تعالوا وإيانا ومع أهلنا في محافظة قلقيلية ونبدأ في التحديات وأيضا في الأسئلة. نتواصل وإياكم مشاهدينا الأعزاء في هذه اللحظات ومباشرة في اربح مع عزيزة، بإمكانكم أن تفوزوا وتحصلوا على قسيمة شرائية بقيمة 100 شيكل. مساء الخير ويعطيك العافية. الله يعافيك. عرفنا عن نفسك. سمير أبو سمرة من كلكيلي. أهلا يا سمير، كل سنة وأنت سالم بمناسبة شهر رمضان المبارك. وأنت سالم. طيب سمير، نسألك سؤال وتربح مع عزيزة، إذا جاوبت صح رح تاخذ قسيمة شرائية بقيمة 100 شيكل، تمام؟ تمام. طيب أول شيء إحنا بنسأل، من هو أول من كتب عبارة بسم الله الرحمن الرحيم؟ أعتقد جبريل. لا يا سمير مش صحيح. تعرف؟ الرحيم. لا مش صحيح. مساء الخير. عارفين عن نفسك؟ ميساء جورج. سنة وانت سالم مناسبة شهر رمضان. سنة من أريحة. أهلا وسهلا. طيب ميساء، حابين نربحك مع عزيزة قسيمة شرائية بقيمة 100 شيكل من عزيزة، إذا بتجاوبي صح بتاخدي القسيمة، تمام؟ ماشي. طيب سؤالنا بيقول، من هو أول من كتب عبارة بسم الله الرحمن الرحيم؟ هو نبي. عثمان بن نبي؟ نبي. عشان أسهل عم يتفهم. محمد كان أمي أصلا، سيدنا محمد. نتحول هون إذا بالإمكان. مساء الخير. هلا أهلا. عارفين عن نفسك؟ سهى أبو سمرة. برضو من أريحة ولا قلقيلية؟ أختها بس ساكنة هون. يا هلا هلا. زيارة. أهلا وسهلا. كيف الأجواء؟ وإن شاء الله تحضيرات رمضان. هينا بنحضر وبنجهز وبنعمل علاقات اجتماعية قبل رمضان. كل سنة وأنت سالمة. وأنت سالمة. الله يسعدك حبيبتي. حابة أربحك مع عزيزة قسيمة شرائية بقيمة 100 شيكل، تمام؟ بس بدنا تجاوبي على هذا السؤال، مين هو أول من كتب عبارة بسم الله الرحمن الرحيم؟ سليمان عليه السلام. صحيح صحيح، رائع جدا، سليمان عليه السلام بالتأكيد. وهلأ بتاخد قسيمة شرائية من عزيزة، العلف نباتي 100% والدجاج صحي 100%. شو بتحبي تحكي لهم؟ شكرا لهم كثير على هالمفاجأة الحلوة قبل رمضان، وشكرا شكرا كثير لكم لتلفزيون الفجر، يعني كثير فرحانه. وصحة وهنا ورمضان كريم حبيبتي. اهلا وسهلا. اذا احنا بنكمل معكم في مشوارنا بالتاكيد في محافظه قلقيليه وفي الاسئله والربح مع عزيزه. عزيزه طبيعي اطيب. أنس، أنس كل سنة وأنت سالم مناسبة شهر رمضان المبارك، وحابين نسألك سؤال عشان تربح مع عزيزة، تمام؟ تمام. أنس السؤال بيقول، كم مرة ذكر اسم جبريل عليه السلام في القرآن الكريم؟ كأي محاولة؟ حاولي أنس. طيب أنس ما عندوش إجابة السؤال. نكمل معكم مشاهدينا الأعزاء في برنامج اربح مع عزيزة دائما وأبدا، الدواجن الصحية والعلف النباتي 100% وقسيمة شرائية بقيمة 100 شيكل. يسعد أوقاتك، كل سنة وأنت سالم مناسب الشهر رمضان. الله يسعدك وأنت سالم يا رب. عرفنا عن نفسك. محمد. أهلا يا محمد، قلقيلي يا محمد. يسعد أوقاتك محمد، حابين نربحك إذا جاوبت على السؤال صح. مستعد؟ مستعد. يلا. بيحكي السؤال، كم مرة ذكر اسم جبريل عليه السلام في القرآن الكريم؟ 10.
لا قللها شوية محمد. 7. والله ما عندي فكرة بس هيك حاطي أرقام. ضربتهم هيك. طيب محمد كنا حابين إحنا تربح معنا، مش عارف إذا جوا بيعرفوا الإجابات أو مشاركات. طيب إجمالاً إحنا رح نكمل معكم. مشكور محمد، جزيل الشكر، وإحنا بالتأكيد في مشوارنا. مساء الخير. مساء النور. كيفك؟ الله يسلمك. عرفنا عن نفسك. مأمون عرار. طيب مأمون من خلقيليا؟ من كرة كلكي. أهلاً وسهلاً فيك مأمون. حابين نربحك إذا جاوبت على السؤال صح بقسيمة شرائية بقيمة 100 شيكل من عزيزة. تمام؟ مش عندي مشكلة. طيب. إن شاء الله يغضي السؤال سهل إن شاء الله. كم مرة ذكر اسم جبريل عليه السلام في القرآن الكريم؟ ما تعلاش كثير في المرات، هيك خفض العدد. جبريل كم مرة؟ عندك فكرة؟ 3. الله عليك. طيب مرتي معي. يعني القسيمة ثلاث. عارفين عن نفسي. أمينة عرار. أهلا يا أمينة. أمينة كل سنة وأنت سنة مناسبة. سلم يا رب. الدجاجات بيلزموا صحيح؟ أو بالله. قسيمة شرائية بالتأكيد من شركة عزيزة للدواجن. شو بتحبي تحكي؟ يسلموا يسلموا كثير. أهلا وسهلا كل سنة وأنت سنة. الله يسلمك. أصلا يعني بكل الحالات أنا زمونهم لعزيزة. يعني مجرب إن شاء الله. مجرب. لا ألف صحة وهنا. يلا يسلموا. إذا إحنا بنكمل معكم مشاهدينا الأعزاء والمزيد من الأسئلة وبالتأكيد المسابقات. اربح مع عزيزة بمشوارنا في محافظة قلقيلية. عزيزة طبيعي أطيب. كل سنة وانت سالم، مناسب الشهر رمضان المبارك. كل عام وانتم بخير وعلى الشعب الفلسطيني بخير. الله يسعدك. تعرفنا عن نفسك. معاذ عبا. طب معاذ الشنتات والشنات. اهلا يا معاذ. حابين نربحك اذا جاوبت على سؤال صح مع شركة عزيزة. تمام؟ تفضل. قسيمة شرائية بقيمة 100 شيكل. السؤال بيقول ما هي اكثر آية تكررت في القرآن الكريم وحتى انها تكررت 31 مرة؟ اللهم صل على سيدنا. يلا يا معاذ. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يا عم شو هالموسوعة الدينية الرهيبة عندك ما شاء الله يا معاذ. وإجابة صحيحة 100% وبتحصل على قسيمة شرائية بقيمة 100 شيكل. شو بتحب تحكي لعزيزة؟ والله بالتوفيق إن شاء الله، وإنه عزيزة شركة منيحة ودجاجها برضو منيحة. كل عام وانتم بخير. وانت بألف خير وألف ألف مبارك وصحة وهنا. عزيزة طبيعي أطيب. في هذه اللحظات راح يكون في إنا لقاءات أخرى، أسئلة أخرى، ربح كتير مع عزيزة دائماً وأبداً، العلف النباتي 100% والدجاج الصحي. وما تنسوا اربحوا مع عزيزة قسيمة شرائية بقيمة 100 شيكل. إلى هنا وصلنا إلى ختام حلقتنا. تحية لكل من الزميلين عبود زغلول من خلف الكاميرا والزميل هيثم السباريني. في هذه اللحظات كل الشكر لكما، وأحييكم من أمام الكاميرا أنا وفاء، وإلى اللقاء.